الو، مساء الخير يا فندم. معاك بلغلان من خدمة العملاء. مساء النور، أمرني. علشان انت عميل مميز عندنا، رقمك كسب 100,000 جنيه بمناسبة شهر رمضان يا فندم. 100,000 جنيه؟ ايوه يا فندم. وكل سنة حضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا سيدي، شكرا. مش عايز ال100,000، خليهم لك يا فندم. الموضوع بسيط يا فندم، عشان تدخل معانا السحب لازم تشارك في خدمة انت صايم ولا زي كل سنة يا فندم. ابو تقل دم. ليه الغلط؟ طب يا فندم، هي الخدمة اسمها كده يا فندم. اللهم اني صايم، مش عايز يا عم انت. الله، خلاص يا فندم انا فهمتك، تحب تشترك في خدمة انت قوام المكسرات. اقسم بالله افطر عليه. فعلا يا فندم، ممكن تدخل السحب بالاشتراك في خدمة فطرني. شكرا. يا عم الله يخرب بيت، سيبني في شكرا حالي بقى يا عم. اسف جدا يا فندم. نشف. شكرا لحضرتك يا فندم. يا شيخ، يا فندم لو عايز تكسب ال100,000 جنيه بس دوس واحد، فقط دوس واحد يا فندم. اتفضل يا سيدي، دوسنا زفت واحد. حاجة تاني؟ مبروك يا فندم، تم الاشتراك بنجاح، وهيتخصم منك 200 جنيه فقط رسوم الاشتراك، ورمضان كريم يا فندم. 200 جنيه؟ 200 جنيه من الرصيد ازاي؟ انا اصلا معيش 200 جنيه رصيد. لا يا فندم، هيتخصموا منك كل ما تشحن رصيد يا فندم. يا اولاد ال...